طبعا جامعة الطفل ده حدث كبير وبرنامج كبير بقاله فترة كبيرة مع أكاديمية البحث العلمي، وجامعة حلوان اشتركت وأطلقت أول دورة ليها دلوقتي. الدورة دي هتقعد 6 سنوات، احنا بناخد الطلبة من سن 9 سنوات لسن 15 سنة، وبنأهلهم وبنجهزهم للدراسة الجامعية، وبنديهم نسقل مهاراتهم وبنديهم معلومات، وبيخشوا معامل ويقابلوا أساتذة ويقابلوا باحثين وعلماء في جميع التخصصات عشان ننمي مواهبهم وننمي مداركهم ونديهم مهارات كويسة هم حابينها وهم يحتاجوها في المستقبل بتاعهم. طبعا جامعة حلوان بتتميز بالكليات الفنية، فعندنا كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية وعندنا كلية التربية وكلية الطب، عندنا العديد من الكليات المشتركة فيها. والتقديم اونلاين، ودي الباتش ده اتاخد تسجيل مع الاهالي اونلاين. الدراسه تبقى جمعه وسبت، وتبقى في فتره الامتحانات بتاعتهم هتتوقف الدراسه في هذه الاثناء.